تزوج جمال الطبيعة الخضراء لجبال شينوا مع زرقة البحر وسحره، فكان تاليين المكان الشاهد على خصوصية هذه اللوحة الطبيعية الأخاذة. تالين هو المشروع الأول من نوعه في الجزائر، نتج عن فكرة فريدة تبناها مغترب جزائري في خطوة داعمة للسياحة في الجزائر. لندر وهذا الخصوصية تاعو منطقة سياحية بامتياز، عندنا البحر الأبيض المتوسط اللي هو ما شاء الله راك تشوفي فيه، وعندنا اومنطور انا في الجبل. لو سيتي لي اغرياب لي اكسترودينير، عندك لا في سور لا مير لا فوري بلانير سي لو كال، اي شاك ويكند جو فيان باسي ان تي مومون هنا افون دو كونستروير، اون فوا كو جو كونستروي جو باس مي فاكونس هنا، جو بلي اون تونيزي. فو فوايي هنا دي كونستركسيون باري، تخشي راكي في كندا ولا في الدنمارك، سي اكسترودينير. ولوندروا هنا سي افيك تو لور دي موند ما باش بلاصي انا هنا. Je vais vivre là des moments vraiment paisibles ou vraiment bien avec ma famille. في هذا المكان الساحر كل شيء مدروس، وعملية البيع تتم وفق شروط محددة تضمن أهداف المشروع، خاصة وأن جمالية المكان وراحة السكان فوق كل اعتبار. احنا هنا دايرين دي كونديسيون ولا كاي تشارج، اللي هي كل واحد عنده قطعة أرض نبنوا منها 40% بنيان، و 60% الاخرى تبقى له اسباس فير. مواد البناء الحاجه اللي مليحه فيها سي بري فابريكي، لي زافونتاج تاعها بون بري فابريكي كلش ليجي، عندك نخدمو بلا شاربونت ميتاليك، نخدمو بالبوا تو سكي ناتوريل، ويكون صديق للبيئه بيان سور. تالين هو نموذج سياحي يحتاج إلى جرعة من الدعم وتبني مشاريع مماثلة تستثمر في خيرات الجزائر الطبيعية وتشجع السياحة في البلاد.